ما تعصبنيش بجد، انا مش عايزه هزار. انا والله العظيم مكمله تمام. حارنا وش عليها انت بوظتها اصلا خلاص. ما بهزرش، سرحت في حضن البوهيه. ايه ده ايه ده مين ايه مين ايه جنوبك اللي بندقيه جماعة؟ طب هي حلوة بتعجبكم ولا وحشة بدي؟ ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة جينا لكم بتحدي جديد، تحدي البوهية. قررنا نغير الديكور اللي احنا بنصور وراه كل مرة، فقررنا نغير بقى الجزء المخطط ده وهنعمله كله ابيض. بعد كده احنا نعمله ابيض بعد كده. بص هو مفاجأة، هنعمله مفاجأة يعني، سيبوا الموضوع يعني ايه هتشوفوه كده مع بعضينا. زين على السلم بقى يلا. لا محمد ما تزقنيش كده، عارف عليكي شكل البوي عليها. انا اختك الكبيرة المفروض تحترمني. خلاص خلاص يلا بي. يلا هات ده قبل بقى يا جدعان ما نبتدي التحدي. عايزين نشيل التحدي. ايه ده احنا بنعمل استوديو جديد عشانكم. عايزين نشيل ده. بص عايزين نشيل ده. انا شلته من هنا. ايه ده بجد السهوله دي؟ سيبه. فتبتدوا شغل على طول كده؟ اه على طول كده. مش هتقول للناس تعمل ايه؟ تعمل لايك وسبسكرايب وشير وحاجات كتير. اشتركوا في القناه وفعلوا زرار الجرس يا جماعه، وتنسوش اللايك يا جماعه. عايزين نوصل الفيديو ده ل 3000 لايك. طب امسك يا معلم. نصور هنبدا من فوق طبعا صح؟ اه انا معلم طبعا هنا. وانا بص يا جدعان في عده اهي. استنوا اوريكم هنعمل ايه. بصوا كده. طيب انا الاداره وانا المعلم. وسعي بقى كده. وسعي. استنوا هنا. يا بنتي انا معلم، انتي دلوقتي الصبي عندي. وسعي علياء. يا بنت وسعي عشلو انا هدخلك في البوهيه. مش هتنفع الشغل اللي انتي تعمليه يا بنتي، شغلة الصلصة دي مش هتنفع. لا ما تهزريش، استنوا طب نبتدي شغل. دي بتهبل بجد والله. استني علياء. على فكرة انا شاطرة جدا. ما تنكرش. انا مش هاجي اشتغل معاك ولا ايه؟ هات الجردل. استنى بس يا بنتي تعالى. هات الجردل. علياء طب انت انا بعمله ده صح؟ يلا بس يلا. غلط طبعا. لا صح. غلط طبعا. كده؟ علياء هات الجردل. يا بنتي نعم هات الجردل عشان نخلص. سرحت في حب البوهية. بلاش خلي الفيديو يعدي على خير. عايز ايه؟ عايز ايه جيركن؟ انت الصبي وانا معلم. انت تسكي لي الجيركن وانا اخد منه؟ والله حطه على السلم. ازاي بقى؟ ماليش دعوه. يلا طيب. طب هقول لك احنا ممكن نحط بدي ايد المكنسه. يلا يا الله يضحك. بلاش هبل. تفكر؟ يلا بس طب نجرب. احنا فيها وبصي اهو طيبين. اجيب لك وجرب، ما انا مش همسكها لك. انجز طبعا خد منها وبديلك تاني. ايه الخرا ده؟ خرب. انا عليك. انت بتعملي ايه عليا؟ عشان عايزه اطلع دي من جوه. دي معلقه مطبخ امك صح؟ ماما لو شافتني اكيد طبعا. كلكم عارفين المعلقه الخشب دي اللي في اي بيت. احي اتفضل. شو يا معلم؟ خد يا زميلي. كان انا ما تزهقنيش. هنقع كلنا يا عيني. انا جيت يا جدعان، المفروض ان هم مشغليني معاهم هنا. نظبط بقى مع بعض البوهيه ونظبط الدنيا كلها مع بعض. اوعى ما تكونش عملت لايك واشتركت في القناه لو انت اول مره تشوفنا. شوفوا بقى في الاخر ايه اللي هيطلع. شوفوا الصناعيه هيعملوا ايه. طب يلا اخويا وريني. شوف العبيط اللي فوق ده بيعمل. اوعى استنى نحط سكوتش على الحيطه. محمد ما تخليش فيها خطوط كده. هنكمل يا جدعان. قلنا بقى نثبت الكاميرا عشان كلنا نشتغل مع بعض. حاجه
مش باينه انا وزع قوي يا جماعه اصل عايزين كيك بودع يوقع. لا طب انت ليه حط هنحطه هنا ليه؟ نزليه تحت صح؟ هتتعمل لون اسود او حاجه تحدد اللوحه. هتشوفي في الاخر والله. ما حضرتك كان سايبها عليها بس مش متحدده. ايوه ماشي، كنت هحط لازم. انت الاسم ده على فكره اكبر. انا فعلا قاعده مع اكبر اثنين على فكين بجد والله. اللي فوق ده ثواني بس، اللي فوق ده هو عمال يعك فوق، هو معانا واحد عمال يعك. ايه فعلا مش عارفه ايه مين ولا مين. يا جدعان هو انتوا معانا، انتوا شايفين الحيطه هي ولا مين؟ الوش الاولاني ينشف ونيجو تاني حبات غنانين، بس ياخد ايه؟ ياخد حبه تهويه بس. بالظبط. جينا لكم بقى بعد ما خلصنا اول وش، واحلى ثلاث عكاكين خلصوه. مش قادره اوصف لكم عامل ازاي، بحاول اصوره لكم. تمام، معانا الاخ زعبوله والاخ ايه بتنجانه. يلا زعبوله وبتنجانه ومكملوا. يلا يلا حركه، يلا قوم قوم يا اخوي، قوم يا اخويا فرجني، قوم يا اخوي. ايوه خلي بالك غلط انت عملته. ايه ده؟ ايه ده يعني؟ يا عمو في ايه يعني؟ ماشي. بس العكس عشان ما تقعش يا حمو. ايه يا حمو؟ ايه يا عم؟ بلاش انا كمان بتقفل في وشي توبي.
نبدأ؟ ما تعوجهاش، خليها بالطول. خلي بالك ان البوه يلا على الارض. عايز السلم تطلع قدام من فوق. افتح على بص الله العظيم ما عبرت لك قبلك. احي كان نفسي اجيبها اللقطه دي. متساوي يا رجب. ها ماشي، ما نشوف حنبولة وزعبولة بيعملوا ايه. انا زنقة. والله بالحنية، بص بالحنية. اه صح، بسم الله. بيلايت ايه ان هو اديله فرشة معاك والنبي يا برنس. ادي لزميلك فرشة برنس. خلاص يا زميلي يا ابني جنتي ناولوا الفرشة. تلامس الفرش. سقط سقط براحتك. ولا شعر ولا. وكان بيعملها اه بالحب. 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 ايوه. شوف حركاتها بيعمل ايه. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. فاصل وانا واصل. وزعبول اللي عمال يقعد في ايه هي مولكوش يا جماعه اقسم بالله. تعالى امسك بصوا بقى الفرق بيني وبين شغلي وبين شغل زعبول اللي قلنا. طب بقى بامانه ايه رايكم في شغلي؟ دي بتاعتك ما تزعليها. فتكات دخلت فرشه. ايه ده فتكات كانت بتشتم محمد حركات. بص عمل ايه. لا محمد انا مش عايز تخلف. ها عايز عليها. مش عايز تخلف. بقول مش عايز تخلف. عايز ايه يعني؟ عايز ايه؟ طب انا مش بهزر بجد. مش اوضتك دي؟ ما خلاص ما تعملش فيها حاجه. ها؟ انا مش بهزر. ما تعصبنيش بجد. انا مش عايزه اهزر. ايه ده؟ رجليا. بس هتتبهدلوا بظهرك. محمد بس. بس حركتها. محمد بس اقسم بالله ما بهزر. انا مش بهزر. ايه ده؟ انا والله العظيم مكمله. تمام؟ بس ايه اللي انت عملت؟ خلصنا بيه النهارده. بحرنا وش عليها. ينفع اللي انت عملته؟ بصي عملت لي ايه طيب؟ شعر رجلي بقى اصبيان. يلا ابتدي كمل. لا 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 لا. انت غسلت وشي بايه بجد عشان لما نمسح ايديك؟ والله غسلت وشي عشان هي كانت لسه طرية. مالك مموصه ليه؟ اهو بص عملت ايه. ابتدي احسن. بص مش طايقه والله. طب والله العظيم ما بيعملها. انزور. انت هتخلوني يا جدعان اتعب فشخ في المونتاج. اقعد ايه اقعد امسح الايه وشي. يلا ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ده احنا كده خلاص جينا اليوم الثاني اصلا. المفروض ان احنا اصلا بدانا اليوم الثاني بس طلعوا بيعملوا فيها مقلب. اما بدات الفيديو اليوم الثاني انا هبدا اليوم الثاني جديد. المفروض دلوقتي لمرحله ان احنا هنلزق. ها السلق طلع السلم ده ملوش لازمه اصلا. هم كانوا جايبينه عشان الماء. لا ليه لازمه؟ لا والله هنلزق. ماشي بص بقى المفروض احنا هنلزق ازاي. نمسك الطرف نشطف. هات السلم خليه هناك. ماشي دي اوضتك ياما واللي انت عايزاه ملناش دعوه. خد الطرف ده من فوق خالص. من فوق خالص من الطرف اللي هناك. من فوق خالص؟ اه مش هيلم حاجة. هل ده يخطر؟ تمام؟ اهو. ايوه. ماشي ما بقاش معوج. جربت ايه؟
مظبوط؟ مظبوط. ايه ده الموضوع اللي مش هيحصل؟ الخطوط دي انا هحط ليها تبقى ابيض. ايوه الخطوط دي معايا، بصوا اعمل حاجه فوق اهو، انزل قصاده حركات هيعملوا لي بقى ايه اكس تاني. ماشي سامعني بقى كده؟ ايه عندك في النص اهو. سامعني في النص. عندي عشان انت شفتي فرق بين شغلي وشغلك؟ يا معلقه لا انا عاجبني عادي. طب ايه تمام؟ عايز اعرف في النص كده كده واحد كده. معلش يا حلوين، مش عارف انا احنا ايه عندي. انا قلت لي يا حلوين دي تاني والمصحف لسه. خلاص يا وحشي، بتقول للناس، بتقول للناس يا حلوين. انت ايه يا حلوين عاملين ايه؟ كانوا كلكم بتجيبوا جماعه. طب هي حلوه بتعجبكم ولا وحشه بتضايقكم؟ اطلع من هنا على طول. انت عايزين ايه بقى؟ واحد في النص دي. خد اطلعي. ازيكم يا حلوين عاملين ايه النهارده؟ ده اخ البارد مالناش دعوه بيه. ازيك يا حلو يا بارد. لا في النص كده عمو. لا او ايه 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 مش في النص، معوج اصلا، معوج بيطلع تاني من فوق خالص. معوج بص انزل يا حمو، تعرف تجيبه؟ بص بص هو المفروض كده حركه. مالك يا دوب يعني يعمل اصلا؟ كنت بتجيب كده شويه؟ كده هو مش كده صح؟ لا كده مظبوط. ماشي مفيش مشكله، معلش انا بديت. اهي في طبعا بره ينفع تجيب من الجزمه، بس خلي بالك ما تدوسش على السجاد. الحمد لله تعالى تيجي بره اجيبه. طب تعالى تعالى السجاد، تعالى عشان اجيب فيها المخزن. امسك كده. لا هو مش عايز زي الارو عشان البنات عارفه لما بيعملوا في كابوم احمر دول. بص كده المفروض مبدئيا ده الحركات دي جاهز ال خد بتاع ده اتبهدل ده في حاجه ثانيه ده جلد ده لا بس الحاجه بتاعت البيت. بس احنا كده عملنا ايه؟ الرسمه تبقى ازاي؟ خليكم معانا بقى هنكمل بعدين الالوان يا جماعه. بصوا العبقري نو بتاعنا بيلزق ازاي ما شاء الله. يا اخواتي يا اخواتي دي جميله يا ميس كده. المثلثات مظبوطه بقى شفتوا؟ حط حته لزقه ناول اخوك يا ابني. حبينا يا جماعه نوريكم الابداع اللي عملناه ده في نفس المثلث اللي لسه موريهولكم شويه. هنخلص المثلث ده ونوريكم بقى صح؟ بدل ما نقعد يقعدوا معانا كتير صح؟ بالظبط. ازيكم يا حلوين؟ بص وصلنا لايه؟ بس لسه شغالين اهو. استنى اوريكم الدنيا هتمشي ازاي. ايه الدنيا؟ تمام؟ حلو كده؟ لا ايه بس بصوا بقى يعني اولا دي الحيطه تعالى كده. هي طبعا لسه باللزق ولسه البوهيه ما نشفتش، فطبعا لما تنشف وتخلص هنوريها لكم ونصور لكم في اخر حاجه بقت عامله ازاي. دلوقتي مع بعض الحاجات. بصوا بقى الارض يعني فكك. بصوا هدومنا بس يا انا فعلا مش عارفه هنضف الارض ازاي. ورينا كده وريهم شكلنا وهدومنا. لا فكك انا هدومي انا 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 حاجه ثانيه فعلا. انا هدومي حاجه ثانيه. احب اقول يعني ما احبش انصح اي حد انه يعمل الموضوع ده. حقيقة هتندموا وهدومكم هتتبهدل وهتبهدلوا البيت وهتبهدلوا الحاجه والحاجه مش هتطلع مظبوطه. فما انصحش اي حد انه يعمل كده. روحي بقى في بعيد قبل ما نشيل حاجه. انا اصلا مش هنشيل حاجه النهارده. لا هنتشالوا دلوقتي يا ابن جيتش. لا ما ناشفين مش هيسيحوا على بعض. مش ناشفه يا محمد. مش هيسيحوا على بعض. محمد في حاجه دي لسه عاملينها. شيلوه. خلاص سيبيه. لا شيلوه. سيبيه. يلا. يلا شيلوه. دي عايزه تشيل معانا اصلا. تعالى شيلي طيب. انا لا انا بصور شيلوا يلا. سيبه حمو سيبه حمو سيبه حمو سيبه حمو سيبه حمو. ارجع تاني ارجع تاني بقى. يا ازاي هتزقوا تاني ازاي بقى عشان توسخوا بيه الابيض؟ خلاص كده انت شلته ما تشيلش الباقي. الاسود بس يا جدعان على فكره. صدقني شكله جامد قوي. ده ناشف ده ناشف شيبه يعني هو كل الناشف. بس خلاص بس شيل بقى خلاص. بس ما تشيلش تاني يا عم. الناشف شيله يا عم.
اقسم بالله شكلها جامد. طلع حلو. وانتوا بتستعملوني يعني؟ والله طلع حلو.